الملاحية الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضحية. من أمام الضاحية الأبية تفاوض غير المباشر والتبادل. مع إتمام الحرب شهرها الأول، كانت صواريخ حزب الله تتابع انطلاقاتها شبه اليومية إلى حيفا وما بعدها وبعد بعدها، لكن ذلك على أهميته لم يكن الحدث الأهم في ذلك النهار. באמצע סיור במרג' איון נתקל כוח המילואים בדגל הלבן הזה בכניסה לבסיס של צבא לבן. جيش العدو احتل سكنة مرج عيون حيث تتواجد القوة الأمنية المشتركة الخاضعة إمرتها لوزير الداخلية، وهنا بيت الفصيل. فكت جزرات مرج عيون الجنرال داود نخنا بلي يرياح. فلماذا لم تتخذ تدابير مسبقة لسحب القوة قبل خضوعها لإذلال العدو الذي دخل السكنة كما يدخل بيته وأمر باحتساء القهوة كما يجلس في أحد المقاهي؟ بلشنا نبدل رؤسنا؟ بلشنا نبدل إياه؟ بلشنا نبدل عملية صار هكذا؟ احنا بلغنا بوش. شكلت مشاهد القوة الأمنية المشتركة وهي تستقبل الجنود الإسرائيليين بهذه الطريقة صدمة معنوية كبيرة لم يتوقعها اللبنانيون، وزاد من حدتها التبريرات الرسمية التي بدأت تخرج. ما عندي أبداً نية كنت أعطي أوامر بالقوى الأمنية بالانتحار وهي ما عندها سلاح تقدر تقاوم فيه بشكل جدي، وتعرض حياة مئات المدنيين الموجودين بهالسكنة للخطر أيضاً. فبالتالي هالقوة الأمنية تعاملت الصبح بدورة مع السكان ومع الأهالي، فات على الجيش الإسرائيلي. نحن كنا بمفاوضات، حاول الجيش الإسرائيلي يفوت يتمركز وطلب أنه تبقى القوة الأمنية بشكل طبيعي، نحن رفضنا، فقرر احتجاز العميد عدنان داود والقوة الأمنية ونحن نعتبرهم محتجزين. في هذه الأثناء كانت الغارات الإسرائيلية تتواصل على الضاحية الجنوبية، وكانت الأبنية تتوزع بين بناء مهدم وآخر ينتظر دوره. كان هلا أهلي بس حيشوفوا هالمناظر، يعني لما عرفوا نعبروا لي بدهم يشوفوا صور البيت وما حدا حطهم. هلا أكيد لما يشوفوهم حيكونوا كتير مأثرين، بس بقول لهم يعني كل هيدا ما بيسوى، يمكن يروح نقطة دم من حدا منهم، وكل هيدا الدمار اللي يعني هذا نحن عم نعيش أكيد مأساة، وبس مثلنا مثل آلاف العيال، يعني في آلاف العيال فقدت بيوتها، كله ما بيسوى طفل من اللي راحوا بقانا. حنقول الحمد لله والله بيعوض، والمهم ننتصر بالآخر. الغارات وكما في الأيام السابقة لم تقتصر على منطقة واحدة، بل توزعت جغرافياً ومناطقياً. طائرات تل أبيب وفي إطار حربها المعنوية التي تصاعدت وتيرتها في أواخر الأيام لم تكتفي برمي الصواريخ، بل عادت لرمي أطنان المناشير فوق القرى الجنوبية داعية من تبقى من الأهالي للمغادرة، وذلك فيما كانت مزيد من القوات البرية تحتشد عند الحدود.